بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اخوتي احبتي، اينما كنتم اسعد الله اوقاتكم بكل خير. شباب، اليوم نحن بهذا الفيديو راح يكون يعني جواب لسؤال عم نسأله او بتبادر لذهن النحال، انه رغم يعني ما في داعي مثلا نحن نخسر محاليل سكريه وسكر قصب ونعمل محلول سكري ونغذي النحل، ممكن نحن نلجأ للكاندي البروتيني او السكريه لحتى نحن تستمر الخليه بالحياه. السؤال اللي هو، هل العجينه البروتيني او السكري تبقي النحل او خليه النحل على قيد الحياه؟ هاي طبعا اذا ما غزيناه وكان يعني الرحيق منعدم بالطبيعه او حبوب اللقاح. طبعا حتى نجاوب على السؤال لازم نحن في عندنا شرح بسيط عن اليه تغذيه او كيفيه تغذيه اليرقات. طبعا شباب، اليرقات من عمر واحد لعمر 3 ايام تغذى على الغذاء الملكي، والغذاء الملكي بحاجة رحيق وبحاجة عسل بالدرجة الاولى. طبعا المرحلة الثانية من 3 ايام لخمسة ايام او 6 ايام كمان يعني تتغذى على يعني خبز النحل، وخبز النحل يتكون من الرحيق او العسل وحبوب اللقاح والماء. طيب، السؤال بكل بساطة أنا رح أسأله، العجينة البروتينية أو السكري تؤمن لليرقات بعمر من 1-3 أو من 3-5 المواد الغذائية أو المكمل الغذائي لهي اليرقة أو هي الشغالي أو أو اليرقة حديث الفقس؟ بالتأكيد لا. فلذلك نحن أمام جواب لا يمكن أنه نغذي أو نوضع العجينة ونعتمد على العجينة البروتيني أو السكرية بتطوير الخلية. ممكن تستمر لفترة معينة النحل السارح أو النحل يعني بطور معين بعد الفقس ممكن أنه يتغذى عليها، ولكن لا يمكن حتى النحل حديث الفقس لا يمكن وصوله إلى الكاندي، حتى لو وصل ما حيكون غذاؤه يعني الأساسي. يعني الكاندي غير صحي للنحل بالمراحل الأولى، فلذلك نحن أمام شهر يزيد ينقص، نحن أمام يعني موت الخلية بشكل كامل. طبعا ليش النحل أو ليش المزارع أو المربي التجأ للموضوع تغذية النحل بالكاندي أو بالعجينة؟ طبعا نحن مثل ما بنعرف خرجنا من موسم ضعيف من منخفضات ببداية الربيع حالة دون جمع الرحيق وموجات الحر اللي تعرضنا لها بالفترة الأخيرة، فلذلك النحال ضعيف ماديا، ما عنده قدرة انه مثلا يجيب سكر، ما عنده يعني قدرة انه يقوم بعمليات التغذية، فصار يلجأ للكاندي او لعجينة البروتينية. فلذلك يعني هذا انا بعتبره ما هو حل، ممكن يكون مساعد لبعض التغذية حتى لو كانت متباعدة، حتى لو كان رحيق قليل الكاندي بتضل مساعدة وليس غذاء أساسي. طبعا كمان في بعض الفصول ممكن أنه الكاندي تكون مضرة بالنحل وتعمل يعني مشاكل معوية ويعني تعمل بعض المشاكل وتقضي على النحل. نشوف النحل الزاحف على الأرض، نشوف النحل يعني في عنا كتير مشاكل رح نحكيها بفيديو تاني عن مشاكل العجينة ببعض الفصول من السنة. وهذا نحن جاوبنا عن السؤال اللي أحد الأخوة طرحه. نتمنى لكم استفدتوا، نتمنى لكم السلامة ولمنحلكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.